أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الماتن رحمه الله: لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله، ما رأيكم في هذه العبارة وقد قرن شيئا من خلق الله مع صفة من صفاته سبحانه؟ نعم، لأن الله هو الذي أبقاهما، وبقاؤه دائم سبحانه، فبقاء الجنة والنار دائم أيضا، الله هو الذي منحهما ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.